أما بالنسبة للإعجاز العلمي لهذا الحديث الصحيح الثابت النبوي الشريف، فلا شك أنكم تعلمون وتدركون وتؤمنون أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس ككلام غيره من البشر، مع بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه أوتي صلى الله عليه وآله وسلم وأيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، توجه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحقائق الغيبية ليس ككلام غيره من البشر يحتمل أن تحدث أو لا تحدث، كلامه مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن حقائق أثبتها العلم الحديث في زماننا هذا، فأخبر عن مضار الخمر وأنها داء ليست بدواء، وأخبر عن دم الاستحاضة بأنه دم عرق نجس وليس بدم محيض. العلم الحديث اكتشف الآن أن دم الاستحاضة لا يحمل مواصفات دم الحيض ولا تركيبه ولا تكويناته. تحليل للدم، دم الاستحاضة ودم مكونات دم الاستحاضة ومكونات دم الحيض. دم الحيض يحتوي على مكونات وطبيعة وتختلف عن دم الاستحاضة، فإنه يوافق دم العروق لا يختلف، وهذا أثبته العلم الحديث الآن. كذلك أثبت العلم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتداوي بأبوال الإبل، وأنها بعض بأن هذه الأبوال يتعالج بها في بعض ببعض الأمراض وبعض يعني الأمراض الجلدية، واستخرج من هذه الأبوال بعض المستحلبات بعض المستحضرات وبعض الدهانات والعلاجات الجلدية بعدما خفف من أو أزيلت رائحة البول، وبقيت هذه تستعمل للعلاج وأثبتت جدوتها، وقد حازت إحدى الدكتورات الباحثات على براعة اختراع عندما استخلصت من بول الإبل دواء لمداواة هذه الأمراض، وحصلت على وهي خليجية وسأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في الكتاب المشار إليه. كذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراض التي لم تكن معهودة في من كان قبلنا إذا انتشرت الفواحش والزنا والخنا، فتصيب هذه الأمة أمراض لم تكن معروفة ولم تكن معهودة في من كان، وهذه هي الأمراض الجنسية الآن. كذلك أثبت العلم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، هذا الحديث غريب عجيب. الآن العلم الحديث يثبت أن تأثر جسد الإنسان وجلد الإنسان إذا ما خرجت منه تلك النطفة فلا بد فتكون تحت كل شعرة جنابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتخلص من ذلك إلا بعرق هذه المنطقة بالماء. وهؤلاء اكتشفوا ذلك ولا يعلمون أن هذه المواد الخام موجودة في ديننا الحنيف، فلا ضير أن يكون هذا الحديث. فأما حديث الذبابة فمن أبجديات العلم بأن عدم العلم بالشيء ليس علم بعدمه، إذا كان الإنسان لا يعلم شيئا ليس بالضروري أن يكون ذلك الشيء معدوما، أنت لا تعرفه ليس معنى ذلك أنه ليس بمعدوم. فإذا والحديث الشريف إذا ثبت سندا ومتنا ولم تكن فيه علة قادحة فهو برهان قائم بذاته وهو حجة على غيره،
ونحن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به، كيف إذا ما أثبته العلم الحديث؟ فإن ذلك يزيدنا إيمانا وثباتا بحمد الله تبارك وتعالى. والعلم الحديث قد أثبت يعني حادثة الذباب، فإن الأطباء يقولون بأن الذباب يقع على المواد القذرة وعلى الجراثيم، وهذه الجراثيم تنتقل في أطرافه وفي أقدامه وفي أرجله، وهو يأكل بعضا منها وينقل بعضها في أطرافه فيقع على الطعام الذي لا يمكن أن يتحرز منه من الذباب، فيقع هذا على الطعام والشراب وما شابه ذلك، وتاركا الجراثيم التي في رجله تنتشر في هذا الإناء وتنتشر في هذا السائل مع ميوعته، فتنتشر هذه الجراثيم لو لم تكافح لأدت إلى مرض بهذا الإنسان وهو من حيث لا يدري. والذباب عندما يأكل هذه القاذورات وتدخل في جوفه تتحول إلى أنزيمات مكافحة لهذه الجراثيم التي أخذها، أي أن جسم الذباب يحول هذه المادة إلى أمصال، إلى أجسام مضادة لما علق في رجله، ويأكل نفس المادة، فعندما يدخلها في جوفه يحولها إلى أنزيمات مكافحة يسميها الأطباء مبعد البكتيريا، وإذا ما وقع في هذا انتقل الجراثيم التي في يده وفي أطرافه، وهذه الجراثيم تميل إلى أحد جناحيه، فلهذا هو يتكئ على هذا الجناح حتى يتوقع حرارة الطعام في البداية، ثم بعد ذلك تنسلخ منه هذه الجراثيم فتبدأ بالانتشار. فإذا ما غمسنا هذه الذبابة فإن الغمس يسبب ضغطا داخليا من الخارج إلى الداخل بسبب السائل، مما يؤدي إلى انفجار الحويصلات في هذه الذبابة، فتطلق هذه الأنزيمات فتكافح هذه الجراثيم، ولا يتأثر هذا الإنسان بتلك الجراثيم التي خلفها وقوع الذبابة. جريدة الأهرام ذكرت في عددها الصادر في اليوم 20 في الشهر 7 في عام 1952 للميلاد، ذكرت مقالا أن الجنود الذين بعد الحرب العالمية خلفت جنودا يحملون يئنون تحت جروح عميقة، وقامت السلطات بإسعاف كمية من الجنود إلى المشافي وإلى مصحات العلاج، فبقي هنالك بعض الجنود الذين بهم جروح وقروح من آثار الحرب يئنون تحت جروحهم، وكانت هذه الجروح عميقة وبدأت بالتقيح والإخراج، وبعد ذلك عادوا إليهم ونقلوهم بعد فترة من الزمن، مدة من الزمن، وقد تكدس عليهم الذباب. وعندما وصلوا إلى المشافي تفاجأوا بأن الجنود الذين نقلوا في الدفعة الأخيرة برئت جروحهم أسرع من الجنود الذين نقلوا إلى المكان المعقم بسرعة فائقة، ودرسوا هذا الموضوع فوجدوا أن الذباب الذي كان يحط على هذه الجروح وهذه القروح المفتوحة كان يمتص الخراريج القيح ويمنع تعفن ذلك، فكان سبباً في برئها. نعم، هذا ذكرته جريدة الأهرام في عددها الصادر في اليوم 20 من العام 7 من الشهر 7 لعام 1952. كذلك
أن الناس كان الإنسان القديم ماذا يفعل إذا تعرض للسعة، لسعة عقرب أو أي لسعة من حشرة ما، ماذا يفعل؟ يجمع بعض الذباب فيفركه في مكان اللسعة، يفرك هذا الذباب في مكان اللسعة حتى يطحن هذا الذباب، أربع ذبابات، ويقوم بفركها في مكان اللسعة، مما يؤدي به إلى البر وإلى الشفاء وإلى يعني ذهاب الألم. فالآن الطب الحديث يعني يحضر أدوية وأمصالا مضمدة للجروح والقروح ومعالجة للخراريج التي تنبعث من القروح المفتوحة من حويصلات ومن حويصلات الذباب الأزرق. والآن موجود هذه الأدوية، وهي من مستخرجات من الذباب الأزرق، وظهر هذا العلم وثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية إعجازية. وهنالك نواحي أخرى، ولكن كما تعلمون لا يكفي الوقت، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.